بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الفضائل الأخلاقية العفة، وضدها التهتك. العفة تعني عدم الإفراط في الشهوات، خاصة في شهوات الباطن والفرج، وكذلك عدم الطمع والجشع، وعدم النظر في أموال الآخرين وترك مساءلتهم. والعفة هي طرف الوسط بين الإفراط والتفريط. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مجموعة من القوى ومجموعة من القدرات. هذه القوى والقدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان لم يعطها عبثا، وإنما أعطاها لمصلحة الإنسان نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر شيئا من قدرات الإنسان ومن أعضائه إلا وفيه النفع للإنسان. لكن حيث إن الإنسان مختار، فإنه يتمكن من الإفراط أو التفريط. الحد الوسط من الاستفادة من هذه القدرات هي الفضيلة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء. الإنسان لا يكون فيه إفراط ولا تفريط، فإذا تجاوز الحد فهذا إفراط يضر بالإنسان، وإذا كان أقل من الحد فهذا تفريط وأيضا يضر بالإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الشهوة، مثلا الشهوة الجنسية. هذه الشهوة الجنسية أعطيت للإنسان لأن التناسل وبقاء الوجود الإنسان يتوقف على التزاوج والتناكح، ولولا هذه الشهوة لكثرة المشاكل التي تحيط بالحياة الأسرية لعزف الناس عن الزواج ولانقطع النسل. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل حد الاعتدال، الإنسان يتزوج وضمن الضوابط الشرعية. لكن إذا أفرط في هذه الشهوة فإنه يكون التهتك، وإذا كان هناك تفريط، الرهبنة مرفوضة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، لا يوجد عندنا رهبنة كما للنصارى رهبنة. ولذلك الإسلام يحث على الزواج مثلا، لكي الإنسان ينظم هذه القوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان ضمن الضوابط الصحيحة. كذلك الإنسان له شهوة الأكل. لماذا؟ لأن حياة الإنسان متوقفة على الأكل. الإنسان إذا لم يأكل يضمر جسده ثم يموت، فحياة الإنسان تتوقف على الأكل. لكن إذا أفرط في الأكل، وخاصة إذا كان من الحرام، هذه عدم العفة في الباطن، فهذا مضر للإنسان. وكذلك إذا كان هناك تفريط، يعني أكل أقل من المقدار الذي يحتاجه جسد الإنسان، فحينئذ يصاب بالضعف ولا يتمكن من أداء الحقوق، لأن الإنسان الضعيف المريض لا يتمكن من أن يقوم بواجباته تجاه ربه وتجاه المجتمع. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرات الشهوات، ولكن أراد من الإنسان، أمر الإنسان أن يجعل هذه الشهوات، هذه القدرات ضمن الضوابط الصحيحة التي تنفع الإنسان، تلبي حاجاته وتسبب استقراره النفسي، وفي الوقت نفسه لا يكون هناك تفكك أسري، لأنه ترك العفة يسبب التفكك الأسري. نشاهد أن كثيرا من حالات النفور بين الزوجين، كثير من حالات الطلاق، كثير من المشكلات الاجتماعية سببها ترك العفة، سببها التهتك. نجد أن كثير من الحقوق المالية لا تؤدى وتغصب الحقوق المالية، وكثير من الناس يخالفون الأحكام الشرعية في المسائل المالية بسبب عدم العفة في الباطن، جشع شرح يسبب للإنسان أن يرتكب التجاوزات والمخالفات الكثيرة. فلذلك على الإنسان أن يكون
عفيفا، قد يكون الإنسان يصاب بمشاكل اجتماعية لا يتمكن من الزواج مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قد لا يجد الآن ظروف مناسبة ولكن الله سبحانه وتعالى يسهل له. إذا الإنسان اتقى الله، من يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك الإنسان إذا كانت هناك حقوق مالية تحت يده يراعي تلك الحقوق، مثلا الأيتام، حقوق الأيتام كثيرا ما تضيع بسبب أن اليتيم لا يشعر بأن له أموالا، لا يدرك، أو حتى إذا أدرك لا يتمكن من منع المعتدين عن أمواله، وخاصة إذا كانوا من الأقرباء. الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان غنيا فليستعفف، إذا أموال اليتيم تحت يدك وأنت غني استعفف من هذه الأموال ولا تأكلها بطريقة غير مشروعة. وكذلك الإنسان إذا كان فقيرا ينبغي عليه أن يكون عفيفا، لا يكون متهتكا، لا يسأل الناس بكفه، والفقهاء يذكرون أن السؤال بالكف من المحرمات. الله سبحانه وتعالى يأمره أن اعمل، يعمل لا يتمكن بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر، فليصبر والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، لعفته في المال ولعفته عن سؤال الآخرين بيده من المال وحفظ ما وجهه. ولذلك الإنسان إذا راعى العفة فلا يبتلى لا بأمراض جسدية ولا بأمراض نفسية. في عالم اليوم تفشت الأمراض وكثير منها بسبب عدم التعفف، تفشت الأمراض النفسية والأمراض الجسدية، وكذلك تفشى تفكك الأسرة، ومن أسباب عدم التعفف، وهذا أدى إلى جملة من المشاكل الكبيرة النفسية والبدنية والاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، لأن نستفيد من هذا الشهر. الإنسان حينما يسيطر على شهوته في الأكل، شهوته في سائر الأمور التي منعت في حالة الصيام، يتمكن من أن يربي نفسه في سائر الأيام وسائر الأوقات أن يسيطر على رغباته ويصرفها بالاتجاه الصحيح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.